بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيفة لوفيجارو الفرنسية تقول أن تركيا أصبحت من أبرز منتجي المسيرات في العالم. ما الذي ذكرها ولماذا الحديث مرة أخرى عن المسيرات التركية بعد أن قامت تركيا في الأيام الماضية بإلقاء القبض على العديد من الجواسيس الذين يستهدفون الصناعات الدفاعية وبالأخص المسيرات التركية، رمز القوة التركية والتي قلبت موازين المعارك؟ لمتابعة ما جاء في لوفيجارو الفرنسية أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية، ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. قالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية إن تركيا أضحت واحدة من أبرز منتجي الطائرات المسيرة في العالم. وقالت الصحيفة في خبر لها اليوم الأربعاء إن تركيا أصبحت واحدة من الدول الرائدة في العالم في تصنيع الطائرات بدون طيار، مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والصين في غضون 10 أعوام. وذكرت موفدة الصحيفة إلى إسطنبول أن تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان زادت من عقود بيع المسيرات التركية التي نجحت في ليبيا وكرباغ من أجل توسيع دائرة نفوذها، وبيّنت أنه بعد أذربيجان وأوكرانيا وبولندا والمغرب أصبحت قرقيزستان مهتمة بالطائرات بدون طيار. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الطائرات المسيرة التركية فعالة ورخيصة 20 مرة من الطائرات الحربية، وأوضحت أن هذه الأسلحة استخدمت ضد تنظيم بيكاكي الإرهابي ولأمن الحدود في الفترة الأولى، ولوحظ أن الوضع في الميدان تغير نتيجة استخدام سها التركية في سوريا عام 2016. كما أكدت مينوي أن المسيرات التركية قد غيرت أيضا التوازن في ليبيا في العامين الماضيين ومؤخرا في كرباغ الأذري. ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه تم بيع مسيرة بيرقدار إلى أوكرانيا، وأن إصدار الفيديو لها من قبل أوكرانيا باستخدامها في دونباس تسبب في رد فعل روسي، موضحة أن الناتو كان حذرا بشأن اهتمام بولندا ولاتفيا بسها التركية. ولعبت الصناعات الدفاعية التركية دورا بارزا في تعزيز مكانة تركيا العسكرية والانتقال بها من بلد مستورد للاحتياجات العسكرية إلى بلد مصدر لها. أيضا في ذات السياق، في 19 تشرين الأول أكتوبر 2021 أشادت صحيفة لوفيجارو الفرنسية في تقرير لها بعنوان أردوغان يعزز نفوذه الإفريقي بدور المسيرات التركية في تعزيز نفوذ تركيا في العديد من مناطق العالم وفي مقدماتها إفريقيا. نعلم تاريخيا أن فرنسا تعتبر أن إفريقيا بمنزلة الحديقة الخلفية لها، ولكن تزعزع دور فرنسا بشكل كبير في الفترة الماضية في مستعمراتها السابقة. نجد ذلك في الجزائر التي تنتفض بقوة في مواجهة النفوذ الفرنسي، وكذلك أيضا نجد مالي ونجد تشاد ونجد العديد من الدول بما فيها ليبيا تنتفض في مواجهة النفوذ الفرنسي، وأن فرنسا تتراجع بشكل كبير. وتوقعت الصحيفة أن يقوم أردوغان خلال زيارته إلى نيجيريا وأنغولا بعقد صفقات لبيع الأسلحة التركية وفي مقدمتها الطائرات المسيرة التي أثبتت جدارتها على 4 جبهات. وأشادت لوفيجارو الفرنسية بالطائرات المسيرة التركية لافتة إلى ميزات هذا النوع من الأسلحة، سواء من حيث رخص أسعارها 20 مرة من المقاتلات وتوفيرها للخسائر البشرية. وأضافت أن الطائرات المسيرة التركية باتت عاملا هاما بتزايد النفوذ التركي في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وقالت إن الرئيس التركي لاحظ في بدايات الألفية الثانية تراجع اهتمام القوى الاستعمارية الغربية تجاه إفريقيا. وأضافت أن أردوغان قام لاحقا بتعزيز نفوذ تركيا في بلدان إفريقيا المسلمة مثل الصومال في المرحلة الأولى وليبيا فيما بعد. ولفتت إلى عدم تردد أردوغان في تحدي فرنسا، مردفة أردوغان كسب المصارعة ضد فرنسا في حزيران يونيو 2020 قبالة السواحل الليبية.
بدوره قال الصحفي الفرنسي رونو جرار في التقرير إن تركيا لا تنوي أن يقتصر نفوذها في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، بل تريد أن توسعه ليشمل إفريقيا أيضا ضمن مناطق أخرى، مضيفا إنها تريد أن تلعب هناك مع الكبار. وأضاف الكاتب أن زيارة أردوغان إلى أنغولا ونيجيريا ستتناول ملف بيع الأسلحة التركية، وستركز على تزويد هذين البلدين بطائرات الهجوم العسكري من دون طيار، مسيرات مقاتلة، بالخصوص طائرات بايراكدار TB2. وأشار الكاتب إلى أن هذه المسيرات باتت وسيلة لنقل النفوذ التركي إلى أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى من دون الاصطدام بقوى مثل أمريكا والصين وروسيا، موضحة لكنه نفوذ لا يتردد في تحدي قوى مثل فرنسا. إذن متابعينا الأعزاء، استعرضنا مع حضراتكم هذا التقرير المهم وهذا الخبر المنقول عن الفيجارو الفرنسية، والتي تتحدث فيه اليوم عن أن تركيا أصبحت من أبرز منتجي المسيرات في العالم خلال 10 سنوات الماضية فقط، وكيف تحولت تركيا من بلد مستورد للأسلحة إلى بلد مصدر لها. تخيل أن المسيرات التركية تطير الآن في سماء ما يصل إلى 13 أو 14 دولة، والمزيد من دول العالم تطمح وتريد أن تقتني هذه المسيرات، والتي كان لها دورا بارزا في قلب موازين المعارك في العديد من دول العالم. خبر ليس بعيد عن هذا الموضوع، متعلق بأزمة S-400. جميعنا نعلم أن الصناعات الدفاعية التركية نتجت بعد الأزمة الكبرى وهي غزو جزيرة قبرص، وعندما تم فرض عقوبات على الصناعات الدفاعية التركية. من حينها بدأت تركيا تعتمد على الله ثم على سواعد أبنائها فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية، إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه في 20 سنة الأخيرة، وبالأخص في مجال المسيرات. بالنسبة أزمة S-400، آخر خبر متعلق بها، الدفاع التركية تنفي مزاعم نقل بطاريات S-400 لقاعدة إنجيرليك الجوية. أكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية أن الإدعاءات بشأن نقل بطاريات منظومة S-400 التي تمتلكها تركيا إلى قاعدة إنجيرليك الجوية غير صحيحة مطلقا. فقد فندت مصادر في وزارة الدفاع التركية الأربعاء الإدعاءات القائلة بنقل بطاريات منظومة صواريخ S-400 إلى قاعدة إنجيرليك الجوية العسكرية بولاية أضنة جنوبي البلاد. وتداولت بعض المواقع الإلكترونية أنباء تفيد بنقل بطاريات منظومة صواريخ S-400 التي تمتلكها تركيا إلى قاعدة إنجيرليك الجوية. وردا على سؤال حول صحة هذه الأنباء، أكدت مصادر في وزارة الدفاع أن هذه الإدعاءات غير صحيحة مطلقا. بذلك متابعينا الأعزاء، نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى هذا الاستعراض المهم فيما يتعلق بآخر الأخبار عن الصناعات الدفاعية التركية، وبالأخص المسيرات التركية، والتي أصبحت محط أنظار العالم، وكذلك أيضا أعداء تركيا يحاولوا أن يستهدفوها من الداخل عبر بث الجواسيس والعملاء لمحاولة ضرب الصناعات الدفاعية التركية، ولكن المخابرات التركية بالمرصاد وتقوم باصطياد العملاء، وكان آخرهم 15 عميلا يتبعون للموساد الصهيوني. أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية. أرجو في الختام أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.